السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يحفظك شيخنا. بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري بنك فيصل، لا يعني لا تدخل الشخص. فيها لا تدخل فيها. طيب شيخنا معلش بس هشرح لك للبنك وضحهولي. معروف انا قرأت فيصل. العقد لا احتاج الى ايضاحك لان انا قرأت العقد بنفسي، وإن شئت طيب. ارسل لنا صورة العقد الذي معك لعله جديد، لكن قرأت العقد بنفسي بارك الله فيك. طيب تمام شيخنا. لو البنك بيتملك عموما غير يا المبادرة. أخي لا تفترض أشياء غلط ويضحكون عليك بأشياء غلط. البنك ليس طيب. بتاجر، افهم، البنك ليس بتاجر، ليس عند البنك شقق للبيع ولا مندوب مبيعات ولا سيارات للبيع ولا له مخازن ولا مندوب مشتريات. البنك ما هو إلا ممول يأخذ مموله مع الفائدة، هذا تقل، ولا يسمح له بالاتجار ولا يعرض نفسه لمكسب ولا خسارة. أيوة شيخ. طيب ربنا يرضى عليك. شيخ الله خير. وياكم.